قلت لكم بليغات كيحمقوا بدون دقيق وبدون قليل، صحيين بلا تمره بمكونات قليله وبسرعه كيوجدوا. هاد الحليوات مقويين كلهم فوائد. الهبال اللي شافهم عندكم يسولكم على المكونات وكي درتو تشكلتوهم، غزالين على المائده الرمضانيه وحتى للمناسبات. وبلا ما نطول عليكم، السلام عليكم، عواشركم مباركه. ونبداو على بركه الله. حاجتنا 200 غرام من الفول السوداني كاوكاو، هنا استعملته بالقشره، الا بغيتو تستعملوه بالقشره ممكن كذلك. تحمصوه في الفران، تخلوه حتى ياخذ لون ذهبي، وكل اللي تبغي يقليه ممكن كذلك، او لا تعوضوه باي نوع من المكسرات بحال اللوز الا بغيتو. فطحنتو كيف ما تلاحظوا معايا، تيجي على هذا الشكل مسمد وبنفس القياس، مش ناعم تماما ويكون مجروش جرج خفين، اللي ما تيكونوش الحبات ديالو كبار ولكن تنحسوا بهم في المضغه. فهنا عندي معجون التمر، ممكن تصيبوه في الدار الا بغيتو. فانا هنا خديته جاهز. غادي ناخذ هذا المعجون ديال التمر، حاجتنا لواحد كيلوغرام. فغادي نحاول نقطعو لانه كنت خرجته من الثلاجه، راه باقي بارد شويه. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قولوا امين ولكم بالمثل. فتناخذوا هذه العجينه ديال التمر وتنضيفوا عليها الكاوكاو اللي جرشنا واللي تيكون محمرينه من قبل. ضفت روح الزهر، معلقه صغيره ديال القرفه، ممكن تزيدوا الى بغيتوا، واحد المعلقه كبيره من الزبده نوازيت او الزبده عاديه اللي توفرتوا عليه، وتنعركوا هاد المكونات جيدا. فمرحبا بكم جميع، وتنقول لكم تنبغيكم بزاف. مرحبا باقتراحاتكم وتعليقاتكم، وما تنساوش تقولوا لنا منين تتشاهدونا. فالفيديو السابق كان معظم المشاهدين اللي كتبوا في التعليقات من كازابلانكا الدار البيضاء، قليب لكم كبير، كذلك من رباط الفتح من سوس العالمة، تحية لكم كبيرة، وجميع المدن بالمغرب الحبيب كذلك تحية لكل إخواننا العرب بكل الدول العربية. فهنا تندلكو كيف ما تتلاحظوا معايا، غير تعرك لينا ودلك لينا هذه المكونات جيدا داخل كل المكونات مع بعضها، تتصبح لنا هذه العجينة ديال التمر جاهزة. كيف ما لاحظتوا معايا، ما تتاخذ منا لا تمارة لا وقت كثير. فغادي نشكلهم بحال هكا كويرات باش نشكلوهم حرابل فيما بعد. اللي ما مشتركينش حاولوا تشتركوا ودعمونا بجميع باللايكات ديالكم. تنشكلهم على شكل حريبلات تقريبا القطر ديال كل حربول، واحد سنتيمتر ونصف. نحاولوا نعطيهم نفس القطر، بالنسبة للطول ماشي مشكل، طريقة سهلة وحلوة دغيا كتوجد، مقوية كيف ما قلت لكم، تتصلح تكون على الموائد الرمضانية ديالنا، وكذلك المناسبات جيدة للأطفال لا لينا حنا بالنسبة لرمضان مع الصيام. وهذا هاد الحلوة سهلة بسيطة ومقوية كيف ما قلت لكم من قبل، كلها فوائد والشكل ديالها أكثر من رائع. فحاجتنا هنا بعد ما شكلنا الحريبلات بياض، حبة بيض، وكذلك السمسم زنجلان. فهنا تندهنوا هاد الحريبلات بالبياض ديال البيض. بالنسبه للسمسم، فهاد الكميه اللي عندي ديال كيلوغرام من معجون التمر، فاحتاجيت تقريبا واحد القياس ديال 100-125 غرام. تنوضعوا غير القياس اللي سنقدروا نغلفوا به هاد الحريبلات كيف ما تلاحظوا معايا. فضروري مندهنوهم بالبياض ديال البيض باش يلصق عليهم الزنجلان. ممكن تعوضوا زنجلان كذلك باي نوع من المكسرات اللي تكونوا طحنينها وتكون يعني مجروشه خشن، الحبات ديالها يكونوا شويه رقاق باش يجيوكم متبتين على هاد الحريبلات، اولا الكنافه كذلك ممكن تقطعوها قطع صغيره بزاف وتغلفوا بها القطبان هادو. فهنا لتسريع هذه العمليه غادي ندهنهم كاملين بسرعه.
نوضعهم في واحد الجنب من سطح العمل، ما تنوضعهمش فوق جنجلان الا من بعد ما يكونوا مدهونين مزيان. ها نتوما لاحظوا معايا، راه غادي ندوز عليهم داك الجنجلان كلهم في خطره واحده، يعني ما نبقاش ندهن وندوز من جنجلان، ندهن وندوز من جنجلان، صافي دهنتهم ندوزهم كاملين ونقيو شويه سطح العمل من داك الجنجلان اللي تيكون زيت، وغادي نبداو نقطعو. غادي نحتاجو السكين اللي يكون شويه حاد، وتناخدو العبار ديال واحد سنتيم ونص، تنقطعوهم مائلين كيف ما تتلاحظوا معايا. فالطريقه شارحه راسها سهله بسيطه، وتتعطينا واحد الشكل راقي رائع. المرحله الاولى تنقلبوهم بهذه الطريقه فوق سطح العمل. الناس اللي ما مشتركينش حاولوا تشتركوا وتنضموا للعائله ديالنا، مرحبا بكم، ومرحبا بالناس اللي هما معايا ديما تاج فوق من راسي، تنشكركم بزاف، والله يحفظكم ليا ويطول لكم في العمر ان شاء الله. فهانتوما الشكل راه بسيط وسهل، تنضغطوا ضغطه من الجهه ديال التمر اللي ما تيكونش فيها جنجلان، وضغطه من القدام، وتنضغطوا ما بيناتهم، غير تنضغطوا بصبعنا باش يتجمع شويه داك البليغه. طريقه سهله وواضحه. وبالنسبه للبلاصه اللي تتكون فيها الرجيله اللي تندخلوا منها الرجل، غادي نوضعوا فيها لوزه مقلوبه. هانتوما لاحظوا معايا الراس ديالها الفوق، و الجهه اللي تتكون فتحه من التحت. غنستمر بنفس الكيفيه، تنشكلوا الشكل ديال البلغه من القدام، تنضغطوا مزيان وتنقمقموه واحد شويه، وتنضغطوا ضغطه من الجهه اللي فيها التمر ما فيهش جنجلان، وتنثبتوا حبه ديال اللوز. نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل كل الكميه اللي عندي. الا ضغطنا من الجهه اللي فيها التمر خرجت شويه، فنحاولوا غير نقادوها. شكيلات هما هادو. غنستمر بنفس الكيفيه وسنوضعهم في صفيحه مبطنه، ما تندهنوها لا بزيت لا حتى شي حاجه، المكونات اللي فيها راهم كافيين وبساط وصحيين في نفس الوقت. اللوز، الكميه ديال اللوز اللي خدات معايا تقريبا 60 حتى 70 غرام، وتندخلوهم للفرن على الدرجه ديال 180، يكون تنكونوا مسخنينهم من قبل المده ديال 10 دقائق. من بعد تنخرجوهم وندهنوهم بالناباج، وغادي ندخلوهم لاستكمال الطهو مده ديال 3 دقائق زايده. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجناهم من الفرن. هذاك الناباج تيلصق عليهم وتيعطيهم واحد اللمعه رائعه. الا كان عندكم فرن الغاز راه نار متوسطه، تتخليهم 10 دقائق في الاول، من بعد تعملوا لهم الناباج وتدخلهم 3 دقائق حتى يتثبت عليهم هذاك الناباج. لاحظوا معايا الشكيلات رائعين راقيين، يستاهلوا يكونوا على المائده الرمضانيه ديالنا. فكيف ما تنقول لكم مرحبا بكم ومرحبا باقتراحاتكم، وتنبغيكم بزاف، وكتبوا لنا منين نتوما تتشاهدونا. تحيه لكم جميع، قلب كبير لكم جميع، عواشركم مباركه، والسلام عليكم.